فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، واصلوا نحكيوا على الرياضات الفردية. البارح كان خرج خبر على مواقع التواصل الاجتماعي أو فيديو انتشر في القناة الوطنية الثانية حول اعتزال البطلة الشابة غفران بطبيعة بالخير في رياضة رفع الأثقال للرياضة هذه نهائيا، بسبب ما قالت أنه ظروف صعبة قاعدة تعيش فيها. ثم تبين بعد أنه الفيديو قديم شوية وتم حل الإشكال نهائيا. للحديث على الموضوع هذا معنا بالتليفون غفران بالخير، باش توضح شنو الحقيقة الكاملة في الموضوع هذا. غفران أهلا بك. عسلامة، ميرسي معناها اللي يسمعوني الناس وكل شيء، باش نوضح شنو صار بالضبط. مرحبا. باش شنو الحكاية غفران؟ نحب نوضح الفيديو هذيك لها توا دو موا كيكا، صحيح شهرين تالي معناها قلت شنعتزل، وفما برشا مشاكل وبرشا ظروف وتلزيت معناها في لحظة غش باش نحكي كيكا. من البريودة دي معناها رجعت نترين، عايتوا لي حكيوا معايا، رجعت نترين على روحي، قاعدة نتمرن وديجا قاعدة نحضر الكمبيتيسيون تاعي. ما نعرفش شكون خرج الفيديو وقال غفران اعتزلت، معناها الناس ماشي في بالها لي انا توا معتزله، مانيش بطلت، مانيش قاعده نترين. وانا نحب نوضح لي انا توا رجعت نترين، عندي جمعتين وانا نترين اكاهو. معناها ذيك كما قلت لك فيديو قديمه ولحظه غش خلتني مش نحكي هكاك. انا طاو نترين على روحي وقاعدة نحضر ان شاء الله. كنت حكيت على برشا مشاكل وقتها، خاصة مشاكل مالية، هل تم حل المشاكل هذه؟ هل وصلتوا الحلول؟ الحقيقة نزلنا فما حد شيء، هو طاو ان شاء الله ان شاء الله قالوا تتبدل حاجات ان شاء الله اني نستنى. فما وعود معناها بتحسين، انت شنو طلبة بالضبط؟ تحسين شوية في ظروفك المادية، ولك شنو طلبة بالضبط غفرة؟ أكيد تحسين شوية في ظروف المادية، يغزروا خاطر برشا يعرفوا معناها أنا كيفاش عايشة وظروفي شنوا، وديجا يعرفوا قد ناخذ شهرية، معناها يحسنوا لي في الشهرية نتاعي، يحسنوا لي في برشا حاجات، باش خاطر أنا كما قلت لك معناها أنا اللي قايمة بدارنا، أنا نخلص من 290,000، معناها هذيك ماهيش باش تعيشني 290,000، معناها عائلتي وخلاص وبرشا حاجات. حد ان شاء الله يحسنوا في الشهرية ويحسنوا في برشا حاجات، معناها في فلوس كومبيتيسيون، في برشا حاجات. حكيت مع شكون وقتها؟ شكون اللي وعدك عطاك وعود؟ ما مش وعود، قالوا لي معناها بشوية تتبدل برشا حاجات. عيطوا لي الجامعة نتاعي قالوا لي حكيوا معايا والكل. ديجا صار تكريم لبطولة العالم نتاعي، كرموني بعد ما صار اللي انا قلت شنو اعتزل، عملوا لي معناها عيطوا لي وحكيوا معايا وصار تكريم، وقالوا ان شاء الله بشوي بشوي، معناها مش توا باش تبدل برشا حاجات، بشوي بشوي تتبدل. بعد تألقك العالمي غفران سيناك في الالعاب الاولمبيه الحاليه، ظل اصابه من عندك متواجد، ولا شنو صار بالضبط؟ البريود ما هو الكاليفي نتاع الجوز الاولمبيك لازم تيس كومبيتيسيون باش تنجم تترشح. هما وقت البريود دي هما قاعدين يترشحوا عامين 2019 و2020، قاعدين يترشحوا ل 2021. انا وقتها مرتاحه عامين، صارت لي ضربه كبيره في يدي لوكساسيون دو كود، خلتني نبعد عن الرياضه عامين كاملين وقت اللي هما قاعدين يترشحوا. انا رجعت و2021 البطوله العالم، حضرت لها 5 شهور باش لعبت بطوله العالم، بما انه بطوله العالم ماهيش كاليفي، حتى باش نسالوا فيها هكا لعبت بطوله العالم، شفت ما لعبتش الجوز الاولمبيك. نحب نفسر لهم بطوله العالم ماهيش كاليفيكاسيون، ما فيهاش كاليفيكاسيون باش تترشح في الكومبيتيسيونات، تمشي تلعب نورمال. مي الجوز الاولمبيك لازم تترشح قبل بعامين، فما 6 كومبيتيسيونات اوبليغاتوار باش تلعبهم، باش لازم تترشح وتحسن الارقام نتاعك للجوز الاولمبيك. انا مانيش موجوده العامين، كنت مصابه الله غالب تحرمت، كنت النجم نعمل ذهبيه في جوستومون. سؤالي لهناك، تشوف الكومبيتيسيون خاصه في الوزن نتاعك، شنو تقول؟ كنا نجم نستناو حاجه منك؟ اكيد احنا الحاجه اللي في سبورنا كي يلعبوا معاك ليزا تليت تعرف قديه يهزوا، اسكو انت تهز اكثر منهم ولا هما اكثر منك؟ انا كي لعب الميزان نتاعي وقت النهار اللي ريت قديش تهز، وقت قديش تهز؟ تهز بهي بليلة محمد رسول 103 و133، اللي انا في بعد 5 شهور عملت في السالة في السالة دونترينمون تاعي، مش في الكومبيتيسيون، في الكومبيتيسيون في المونديال، عملت 98 و130، معناها في 5 شهور كان جيت انا ما تضربتش ماكش بعيدة معناها.
مانيش بعيده معناها كان جيت محضره عامين نجم نعمل الذهب اللي قامني تهدف بالذهب كنت نجم حتى نعمل اكثر منها كان جيت محضر الله غالب معناها اوكي هي الذهب تهزت ب 103 133 فما الفضيه تهزت بالارقام اللي انا عملتها في بطوله العالم معناها كنا نجم ناخذ فضيه وبرونزيه مؤكده ذا كان موجود الفضيه ولا الذهبيه الله غالب باهي برونزية الكارجة صغيرة معناها عادية أما فما الشور ذهبية ولا الفضية توعدنا في باريس إن شاء الله أكيد أكيد في باريس إن شاء الله بقدرة ربي هذاك الأوبجيكتيف نتاعي وراه نحب نقول حاجة غفران بالخير ما عمرها ما ترجع لتالي صحيح قلت باش نبطل ونعتزل وصحيح برشا ظروف وصحيح ما يعطونيش وصحيح أما الله غالب قلت هذاك الكلام في لحظة غش قلت يتبدل برشا حاجات ميراني الاوبجيكتيف نتاعي 2024 هذيك نشوف الميداليه الذهبيه في غادي وهو يزي ان شاء الله هكا هو عطيني 2024 مازلنا حاجتنا بيك مازلت صغيره اكيد حتى حكيت على الظروف ان شاء الله بالحق المسؤولين يحسنونك الظروف نتاعك انا بيدك وجيت حتى المنزل نتاعكم وشفت الظروف اللي تعيشوا فيها ان شاء الله لفته من المسؤولين ليك غفران لما تحسين وضعيتك الماليه خاطر كوم سبورتيف لازم يكون مرتاح لازم ياكل مليح باش يعرف باش ينجم يقاوم معناتها المجهود اللي يعمل فيها يعطيك صحة شكرا ليك غفران على تدخلك عايشك وبالتوفيق ان شاء الله ليك في المستقبل مكملين مازلنا في فير بلاي حتى للخمسه موزيكا وبعد رجعينا